السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سباون أنفو للمعلوميات. اليوم درس جديد اللي هو دردشة صوتية شبيهة بالبال تولك في تالك مسنجر. أنا أول شيء أنا أروح على الموقع في تالك دوت نت، نحمل البرنامج داونلود نيو. بدأ التحميل. أنا أصلا عندي على الجهاز هذا هو تثبيت سوي next agree next next install. أنا أصلا نزل على الجهاز. هذه هي واجهة البرنامج. أول شيء create account nickname، أي اسم تريدونه، شريطة أن يكون أكثر من 5 أحرف. الباسورد، إعادة كتابة الباسورد، الإيميل دوت كوم، إعادة كتابة الإيميل، البلد، يختار البلد تبعه، يعني الجنسية. هنا secret question، يعني السؤال السري. يختار أي سؤال، يعني how was your childhood hero، يعني الإجابة أي إجابة. dots تاريخ الازدياد، السنة. نعمل create. يقول لك your account create. سكيوفيد اوكي. نستنى شوية علشان يفتح البرنامج، لأن عندي مشكلة في الجهاز تبعي. نوقف التسجيل. هو فتح. هذه هي واجهة البرنامج. ثاني شيء نروح على هذا الخيار. هنا قائمة كاتيجوري، يعني الدول أو الكاتيجوري هيلب. هذه غرف للمساعدة، يعني غرف للمساعدة جميع اللغات. هون يعني روب، ميدل إيست، إيجيبت، يعني يعني الناس اللي حابة انها تعمل كريات روم تبعها. نعمل على قائمة اكشن كريات ايديت ماي روم. اول حاجة يعني كريات كاتيجوري، نختار ميدل اس، كل واحد يعني يحب. هنا جنرال، يعني انا احب يعني يكون جنرال. دولة سب كاتيجوري كان ايجيبت، اسم سبونيتو الفو، كود غرفة، كود يعني الادمين. يعني هذو الخيارات يعني مش مهمة، يعني هذو هما الخيارات اللي اهم. يعني نعمل create edit my room، يعني room create audit، يعني تم بنجاح. ازاي يعني نروح على open my room. نستنى عشان تفتح الغرفة. هذه الغرفة والاسم تبعي والادمين، مش زي بعض المزايا. الادمين ادمين بانل، يعني هذه قائمة العظيم، يعني رومي صار. يعني شيء ثاني، يعني الغرفة هذه لو حابين تروح على أي غرفة ثانية إن شاء الله. في مزايا كتير أتركهم يعني تكتشفوا شخصياتكم. وشكرا. انتهى الدرس.
إلى درس مقبل إن شاء الله.